بالنسبة للأسعار، الأسعار مختلفة مو سعر واحد، كلها في 140، في 150، في 125، في 130، حسب الكبرى وزغرى وكبر عمره. في كبار أظن كبار عمر الحمي يطلع عارض مو ذاك، وفي لسه سنه صغير هذا الحمت زينه مو مثل هذاك، سعره أغلى من هذاك. والله كل صوب العربي متجه، كل الناس رايحة صوب العربي. والله أسعاره حلوة ورخيصة وزينة متنافسة. يعني حين الطلي تأخذه ب 140، تأخذه ب 35، 135، تأخذه ب 120 تحصل. الأسعار أنا أشوفها زينة ومتناسبة، يعني ما هو يعني مثل العام أول العام اللي وصل 170، وصل 160، لكن هالسنة لا نازل مو غالي. الأسترالي لا مو موجود، اللي موجود أكثر شيء الأردني والنعيم المحلي اللي موجود متوفر حاليا. والله إقبال الناس خفيف، حيل خفيف. أول شيء الرطوبة لها تأثير الجو المناخ، وبعدين الناس يعني إحنا حاليا تجي شوي تجي. الحمد لله الضحايا موجودة بالكويت، وأسعار كلها متناول الجميع، في الغالي وفي الرخيص، في الحمد لله الأردني، وفي عندك المحلي، وفي عندك السعودي اللي دخلوا قبل فترة، دخلت أغنام من السعودية حلالها الكويت اللي دخلوا، فكلها متناول الجميع. يعني في عندك من 80 إلى 130، يعني أقصى يعني أعلى يعني تقريبا هي بالكويت 135. انا اعتقد ان اغلب الناس ممكن يضحون برا، باعتقادي انا، لان يمكن الاحتياج برا افضل اكثر، يمكن احسن من هني. هناك محتاجين، هني العالم كل يوم تاكل لحم وتاكل سمك وتاكل كل الخير، بس اللي برا يمكن من عيد لعيد، عيد الاضحى، فالناس يمكن اغلبها يمكن تشوف اللجان تحصل الحين حق الاضاحي برا مو حق داخل الديره. هذه باعتقادي انا.